الدعوة السلفية تقول على الإخوان أن يدركوا أن إعادة مرسي إلى الحكم مطلب يجب تجاوزه، والتمسك برئيس تم عزله قد يخرج أنصاره خارج التاريخ. الشرطة تنظم حركة السير في جميع شوارع القاهرة رغم مظاهرات الإخوان، ووضع محاور بديلة لإبعاد السائقين عن الميادين الرئيسية. جهاديون ينتقدون تولي رفيق حبيب رئاسة الحرية والعدالة ويؤكدون عدم جوازه شرعا، والإخوان تنتهي سياسيا. النيابة تجدد حبس الرئيس المعزول 30 يوما بتهمة التخابر مع حماس. واشنطن تؤكد أن انضمام سوريا لمعاهدة حظر كيماوي غير كافي.